سلام كويدة ديالي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. صحيحتكم بخير. اليوم روتين تحفيزي لتنظيف فرن الطهي او بوتاغاز. ضاع عمرنا وحنا الخلطات السحريه ورقدها وحك يا ما تحك. دونك جيت لكم اليوم بواحد البرودوي اللي شريته. كاينين دو برودوي غنعطيكم سميتهم في الاخر ديال لا فيديو. برودوي اللي نفعني بزاف بزاف وربحت بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الانرجي والتايديه ما بقاش كيتهلكوا ليا بقوه الحك. ها نتوما كيف ما غتلاحظوا خليت البوطه هكا باش يبان لكم لو برودوي واش افيكاس ولا لا. غتسمعوا الصوت ديال داكشي لاصق ديال القطرات ديال الزيت. خليت داكشي كله باش ندير لكم لا فيديو. نورمالمون كنمسحها كل ليل. هادي راه نصف الوحده ونص ديال الليل. البوطه خاصها تكون يلاه طفات دافيه عاد رشوا البرودوي. انا هنا راه بارد تمايا دونك غنرش البرودوي وغادي نخليه واحد المده غادي يطلق وصافي غادي نمسح. ما كتكونش ما كنديرش لي فور بزاف غير هو ديروا اللي قات عفاكم حيت انا كنت كنستعملو دي فوا ما كنديرش اللي قات ولكن باش ما ياثرش لكم على يدياتكم. فوالا دونك غترشوها وغتخليوها واحد المده. ترشوا حتى دوك الحديدات اللي الفوق لانه دوك الحديدات واعرين في الحكان. دوك ملي كترشوهم هو غرد هذاك وغادي نرشها لانه كيتسهل عليا الحكان. كندوز حلفه عاديه صافي بلا جيكس بلا حتى حاجه حيت هاد لينوكس دغيا هاد لينوكس دغيا كيتجرح. فوالا دونك رشيت غادي نمشي نكمل المعينات اللي عندي وغادي نعاود نجي نحكها. الوغ لو برودوي كي شفتو سميتو ديكاب فور. دابا راه كثرت اليوم كثرت لانه خليتها حتى يبسات مي سينو كل نهار كديرو رشيشه قليله. ها نتوما غتشوفوا الطبعه درت لي كات كنت بغي نقيسها بيدي عاوتاني درت لي كات باش نمسحها. ها نتوما دغيا تمسحات دونك ها نتوما هنا غادي نبدا نحكها. حلفه عاديه كل حلفه ديال درهم صافي ونبشر نحكها. وهذا الشيء راه مازال ما كانش الفرن دافئ وما خليش البرودوي بزاف لانه كيف قلت لكم كان الليل قلت دغيا نحيدها نحكها. وها نتوما غادي تشوفوا تابعوا معايا وغادي تشوفوا الريزلت في الاخر. ما خداش ليا الوقت ما خداش ليا الانرجي. ها نتوما تشوفوا راه ما مركش بزاف انا على الحلفه كندوز عادي ما كنديرش جيكس ولا الحلف ديال السلك لانه كيجرح ليا الاينوكس. فوالا دونك تابعوا معايا وغتشوفوا الريزلت في الاخر. والبرودوي الثاني اللي غنقول لكم من غير هاد ديكاب فور الثمن ديالو مناسب داير 40 درهم كيدي ليا شهر ولا شهر وزايد لانه ما كنخليش انا البوطه ديالي هكا خليتها اكسبسيونيلمون على قبلكم نتومايا ولا دي فوا الا كنت مسافره كنلقى بحال هاد الحاله. داكشي علاش ملي لقيت هاد البرودوي مزيان قلت علاش ما نشاركوش معكم سورتو النساء العاملات والنساء اللي في الدار تاهما راه كيضلوا واقفين مساكن الله يحسن العوان. هذا كينفع بزاف وكتربحي الوقت وكتربحي الانرجي وفوالا. دونك تابعونا وتشوفوا لي ريزلتات ان شاء الله في الاخر. هنا كيما غتلاحظوا راه رشيت به حتى على الزليج وعلى داك الطرف ديال الرخام راه حتى هو كيحيد ليا كاع تو سكي غرا كاع لي دام اللي كاين لاصق. ودابا بقيت كنمسحها دونك بهداك لو طورشون اللي رطبتها هويا دونك نطويتها. راه شفتو كي خرجات نقيه لو برودوي راه فوالا ما كيخليكش تضيعي لا وقت كي قلت لا صحيحتك حتى هي للخلطات السحريه ولا شحال من حاجه كنجربوا. انا قلت هذا البرودوي ما خليت ما درت انا كنرقدها درت البيكربونات درت الخل ما كتخرج ليا الصراحه بحال هكا الكذب على الله حرام والله ما كتخرج ليا بحال هكا. ما خليت ما درت الخميرات ديال الزا مع الصابون البلدي كتبقى تحكي وداك الجيكس هو اللي ما بغيتش نقيس به انا هذا الاينوكس. دونك ملي لقيت هذه الخلطه بلوتو سي با خلطه سي ان برودوي ديكاب فور. كاين برودوي اخر كيتباع شريته غير من السويقه سميتو الو. داك لو برودوي الو اللي عاود شريتو حتى هو غزال حتى لي بلاكار اللي دام كيطير لك فوق الحيط ولا فوق الزجاج ديال الطهي هذاك افيكاس. غادي نجيبو ان شاء الله نوري لكم فيديو اخر غزال حتى هويا وبا شير حتى هو داير غير 35 ل 40 درهم وكيبقى لك مده طويله. يعني حيدو عنا من داكشي اللي كيهلك لنا صحتنا واللي كيضيع لنا وقتنا وفوالا. دونك انا حبيت نشارك معكم هذا لو برودوي اللي شريت انايا ونفعني وربحت به الوقت وصحيحتي حتى هي لانه حنا كنبقاو نعطيو الدرك على الصحه ديالنا حتى كنجيبوها في راسنا. نتمنى ان شاء الله يكون البرودوي عجبكم والروتين ديالي في الحكان ديال البوطه عجبكم.
فوالا، عندكم تساؤلات، عندكم اي ملاحظات، اكتبوا لي في التعليق ونجاوبكم بكل سعاده، ما عندي حتى مشكل. هذا الشيء اللي كاين، دونك تابعوا معنا حتى الاخر، ونعطيكم تشوفوا لا فوتو الاخرى ديال البوطه كي ولات. هانتوما حتى دوك الحديدات راه ساهلين، راه الشوم كيبريو، ما لصق عليهم لا زيت لا حتى حاجه، دونك هذاك لو برودوي افيكاس. وكندخلهم حتى لا فيسيل، حتى هما كيدير دوك الرويسات الصغار ما حكيتهمش لانه حكيت هذاك الكبير. صافي دخل الراجل من الخدمه قال لي بارك عليك، ايوا زقينا. يلا السلام عليكم، تابعوا الفيديو حتى الاخر. الوغ نتمنى ان شاء الله الى عجبتكم لا فيديو تشاركوا معنا، انضموا الى العائله ديالنا وشجعوني باش نعطيكم ان شاء الله كاينين افكار كثيره وكثيره، لا في الاعمال اليدويه، لا في الروتينات، ولا في الفلوغات، ولا في الطبخ والحلويات. دونك نتمنى ان شاء الله نلقى تشجيع منكم. تابوناو، لايكيو، بارطاجيو، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم جزيلا على المتابعه وعلى الدعم اللي خديتكم عليا الكبيده ديالي، والله يخليكم ديما ديما مسانديني. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا لكم جزيلا.